تحول إلى واشنطن، وهذا المؤتمر الصحفي للبنتاغون حول آخر التطورات في أفغانستان. جنرال كينيث ماكينزي، هل تراني وتسمعني؟ نعم، شكرا جزيلا على حضورك معنا، تفضل. مساء الخير لكم جميعا. أنا أعلن انسحابا كاملا لقواتنا واكتمال وإنهاء مهمتنا العسكرية في أفغانستان. آخر طائرة C-17 غادرت مطار كابول في نحو الثالثة بعد الظهر. سترون تلك الصور لآخر طائرة C-17 تغادر الأجواء فوق مطار كابول، ونحن سنحرص على لا يكون هناك منع للأفغان المتعاونين وأي آخرين يريدون الرحيل أن يغادروا أفغانستان. هذا الانسحاب يعني انتهاء مهمتنا العسكرية، وكذلك انتهاء مهمة دامت 20 عاما بعد هجمات 11 سبتمبر. هذه مهمة قمنا بتنفيذها بعد أن هاجمتنا القاعدة وهاجمنا أسامة بن لادن. لم تكن مهمة سهلة، هناك ثمن باهظ دفعناه، هناك 13 جنديا قتل مؤخرا بذلك الهجوم الإرهابي من قبل داعش خراسان. مع ذلك نحن نحيي أبطالنا وشجعانا وأبطالنا الشجعان على تضحياتهم، ونقدر تلك المشاعر التي تركوها لدينا. أنا وابني كنا جزءا من هذا. قبل أن أتيح المجال للأسئلة، أود أن أقول إن هذه المهمة العسكرية التي أتممناها شهدت أكبر عملية إجلاء في التاريخ الأمريكي. منذ 14 أغسطس الطائرات الأمريكية أجلت أكثر من 79,000 شخص من مطار كابول، وهذا يشمل 6,000 أمريكي وكذلك مواطنين لدول الحلفاء وأفغان متعاونين ممن لديهم تأشيرة هجرة خاصة وأقاربهم، وكذلك من هم معرضون للخطر. كذلك أمريكا أجلت 133,000 شخص بالمجمل، ويمكن القول إننا أجلينا أكثر من 7,000 شخص يوميا، وقمنا بتحقيق رقم قياسي بإجلاء 9,000 شخص في اليوم. ولكن هذا لا يعني انتهاء مساعدتنا للأفغان. هذه المهمة لم تكن منصفة لجنودنا الذين جعلوا جهودهم متضافرة وعملوا في ظروف صعبة للغاية، ولذلك من المهم أن أقدم لكم محتوى آمل أن يكون له أهمية ودلالة. عندما تم اتخاذ قرار الانسحاب في أبريل من هذا العام، كان هناك حديث عن إنهاء مهمتنا القتالية، وأن مهمتنا تحولت إلى مهمة وبعثة غير قتالية، وذلك بالتعاون مع حلفائنا في الناتو. منذ ذلك الوقت فإننا وضعنا خططا تشرك أطرافا في المجتمع الدولي، وكان هناك العديد من المعطيات بالإضافة إلى التخمينات والتقديرات. ومع بدء تراجع الوضع الأمني بشكل سريع في أفغانستان، اتخذنا عددا من الخطوات من أجل إعادة موقعة أنفسنا، وذلك بناء على تعليمات وزير الدفاع. نحن عبأنا ووضعنا رهن إشارتنا قواعدنا العسكرية في المنطقة وجنودنا هناك، وبدأنا نعمل من منشآتنا في قطر بدعم من الدولة المستضيفة قطر.
وفي 14 من أغسطس عندما حدث ما حدث، وبناء على التخمينات الأولية بأن كابول ستسقط وسقطت بوقت قصير، وعندما رأينا أن الجيش الأفغاني انهار في 24 ساعة وطالبان سيطرت على الوضع، تم الاجتماع بقادة طالبان في الدوحة، ووصلت لهم رسالة بأن مهمتنا هي إجلاء الأمريكيين والحلفاء، وأننا لن نتساهل مع التدخل، وسندافع عن قوتنا ونرد عند الضرورة. وطالبان قالت علنا كما قالت سرا إنها ستتعاون معنا، كذلك عرضوا على أن يتعاملوا معنا من أجل فض أي نزاعات، و تعهدوا بألا يتدخلوا في تأمين بوابات المطار التي كنا نسيطر عليها. نحن تعاوننا في الأمن وأنشأنا ونسجنا علاقة براغماتية مع طالبان. في وضع كهذا كان هناك قادة من المارينز، وكذلك كان هناك قائدا من الكتيبة الجوية، عمل على تنسيق مع نظرائه من أجل إغلاق السفارة، من أجل إنشاء وتأسيس الأمن في المطار والعمل على آلية فض النزاع مع طالبان. وتم تنفيذ هذه المهمة في خضم 48 ساعة، وتم نقل عمل السفارة إلى داخل المطار. هذا الأمر حدث في الوقت الذي كنا نواصل فيه عملية الإجلاء. أنا رأيت تلك الطائرة العسكرية C-17 تنقل الناس من المطار في كابول إلى مطار الدوحة، وبطبيعة الحال كان هناك ناسحات ضوئية وتدقيقات لأكثر من 1000 شخص مرة واحدة. كذلك قمنا بالعديد من العمليات المشتركة لمساعدة الآخرين، ونسقنا مع الألمان وكذلك آخرين، وقمنا بنقل 1064 أمريكيا وكذلك عددا من الحلفاء، وكانوا من مختلف المهن. كذلك نحن نقلنا 6000 أمريكي من أفغانستان، وهذا العدد يمثل الغالبية العظمى من الأمريكيين الذين كانوا موجودين في أفغانستان. التهديد لقواتنا من داعش خراسان تحديدا كان حقيقيا وبشكل مأساوي، أدى إلى مقتل 13 جنديا وجرح العشرات. أود أن أقول إننا نقدر إسهام الكثير من أعضاء التحالف الذين ساعدونا ميدانيا في مطار كابول. سأذكر النرويج التي أبقت مستشفاها في المطار، والذي كان حيويا لتقديم العلاج للذين جرحوا في بوابة أبيغيل، وبالتالي تمكنا من معالجة الكثيرين. وكذلك هناك عمل قدم للكثير من المحتاجين على مستوى الإسعاف من خلال فريق من الأطباء. أود أن أشكر كل المدنيين الذين تعاونوا معنا في أفغانستان، وكذلك أقارب الذين إلى الأسر الذين فقدوا أقاربهم. نقول إن تضحياتهم لن تنسى، وأنا كان قلبي موجوعا في ذلك اليوم الذي حدثت فيه تلك المأساة، ونقول إننا سنتذكرهم. الأيام 13 الماضية كانت محفوفة بالتحديات.